أيها السادة، وردنا الآن حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يتابع عن كثب التطورات الإيجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة. وفي منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي كل الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وإتمام تبادل المحتجزين والأسرى.